قولي لي، هسألك سؤال يمكن ناس كتير سألته لك، بس أنا دايماً أحب أرجع كده الكريب، ولما بنشوفك ولما نحب نسألك، أنت مشهورة بشعرك وسواد شعرك، أحكي لك بقى شوية حاجات. أول لما طلعتي قالوا عليك إيه؟ قالوا لك بقى دي عاملة صبغة أسود مزرق، فاكرين الأسود المزرق ده؟ واللي يقول لك عاملة حنة، فأنا بقول طبيعة شعر وجينات. فأنا بسألك دلوقتي للمشاهدين، إيه سر ما شاء الله سواد شعرك، ومن أول ما طلعتي ليكي طبيعة، هل جينات ولا اعتناء؟ لا بصي، هو انا اكتر واحده مهمله بصراحه في شعري. ما عنديش اي روتين خالص، هو من عند ربنا كده. مامتي وبابايا شعرهم حلو، جينات توارث يعني. انا حسيت قلت لهم، بس اخواتي كلهم شعرهم حلو ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يديم عليكم. لكن روتين، لان بسال السؤال ده كتير. ولا ما بعملش اي روتين. انا بصي الفاهم بيريح. ايوه والله العظيم، انا من شفتك من زمان ما بعملش اي روتين، بيكون وراثه. انا شعري طبيعته اسود، يعني مش طبيعته اسود، ولو في اي حاجه بقى كده ممكن اظبط. ما فيش مشكله. أيوة. بس الطبيعه موجوده. ما شاء الله زي القمر حبيبتي. دي اسئله بنات لا يخلو منها البرنامج. لا لازم كده في النص نعرف النجمه. براحتك يا ياسمين. انا براحتي. طيب.